كم من المواقف مرت علينا في حياتنا الزوجية، في حياتنا الأسرية، في حياتنا الوظيفية، في حياتنا الإدارية، في حياتنا المالية، وقص على ذلك أشياء كثيرة. لا شك أنك مررت بتجارب، منها المؤلم ومنها المفرح، منها الذي يقودك إلى أن تصل لما هو أعلى وأفضل، ومنها ربما يصيبك بشيء من الأحباط. هذه الكلمات سوف تكون خير معين لك بإذن الله جل وعلا على أن تستفيد أكبر الفائدة من الخبرات والتجارب في شتى مجالات الحياة. سوف أقرأها عليك وترددين معي هذه الكلمة: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير. الناس الذين لا يخطئون أبدا هم الذين لا يتعلمون أبدا. افعل أشياء جيدة وتذكر أنك قد قمت بها يوما ما. لا تذكر الأسوأ أبدا، أسقطه من شعورك، فهذه الممارسة ستجمع كل قواك لتركز للحصول على الأفضل، وستحقق لك الأفضل بإذن الله جل وعلا. ولا يعني أن الإنسان لا يتذكر الأخطاء، وإنما يتذكرها لكي تكون له دافعا ومنشطا لما هو أفضل وأحسن. في كل الأمور يتوقف النجاح على تحضير سابق، وبدون مثل هذا التحضير لا بد أن يكون هناك فشل. نحن نسقط لكي ننهض، ونهزم في المعارك لنحرر نصرا أروع تماما، كما ننام لكي نصحو أكثر قوة ونشاطا. الحياة إما أن تكون مغامرة جريئة أو لا شيء. إذا لم يكن في الحياة شيئا نناضل من أجله فلا معنى لحياتنا. ليس عيبا أن تسقط على الأرض، وإنما العيب أن ترضى أن تداس بالأقدام.